لو في دقيقة كده يعني نصيحة للناس كلها وللشباب في دقيقة، يعني حضرتك تقول لهم ايه؟ يعني ازاي نستثمر شهر رمضان في كل حضرتك قلته لخصته؟ المعرفة هي أساس التغيير. المعرفة أساس التغيير. العلم نور من الله سبحانه وتعالى بيغير حياة الإنسان للأفضل في كل شيء. والعلم هو أفضل ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان، لأنه بالعلم حيبقى صاحب نفس سوية وعقل نير وجسد صحي ومال مثمر، ويبقى عنده نسل صالح ذرية صالحة بالعلم. ولذلك كان أول ما نزل من قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله يفتح عليك. احنا عشان كده يعني احنا أمة اقرأ، ولكن انا للأسف لا نقرأ. فيعني ربنا يفتح علينا بالقراءة. يعني وبقى دلوقتي متاح ان احنا نقرأ، ولكن عندنا مشكلة اخرى، ان احنا الناس ممكن تبقى منفتحة على الانترنت، في معلومات ما بتبقاش صحيحة، لازم نتحرى. فبرضو اتمنى ان احنا نرجع تاني للكتاب. يعني ما اعرفش انا اكون غلطانة ولا صح، بس بحس ان هو الكتاب ده هو الوثيقة، يعني حاجة موثقة ان انا ارجع ليها، بحيث ان انا ابقى مطمئن ان المعلومات فيها صحيحه. نعم، لو عندنا وقت نضيف معلومه. يعني سريعا. الامام الليث بن سعد ده فقيه اهل مصر قال الحقيقه مقوله هي من الكنوز. قال: من راس العين ياتي الكدر، واذا صفت العين صفت السواقي. مصادر المعرفه اذا ملوثه كل المعلومات اللي هتروح في العقول هتبقى ملوثه. صحيح. والسلوك ملوث. صحيح. اذا احنا بننتقد سلوك كثير من الناس فده معناه ان المصادر المعرفه أو مصادر السلوك اللي هم بينتهجوا ملوث. صحيح. يجب أن يعني ننظف مصدر المعرفة. ربنا يبارك فيك ويفتح عليك يا رب يا دكتور. يعني فعلا دي الختام، ان احنا لازم نبحث، وان كنت المعلومة او مصدر المعلومة ملوث حتى لا نلوث افكارنا. وخلي بالكم ده يعني باب كبير قوي، يعني ربنا يعافينا ان احنا ما نكونش من اصحاب الافكار الملوثة.